أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند حق حساسية مدحوين الداني أحمد مدوغي أو كتاقي ري هل أرين مدحوين وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سلمار كاسي ناسي حقاً ودبر جبيي ميدوغا مشرحين تمعاردكا دانا هودا قاكا أي فيرسان أي إمنكا هذا الهين تا ايا اه ان مركل مقدشة سورة قلتا هاي ان اي ديب اغو سولابتان عيدان كي دي دنا مد كرور سيغا اي تدوب بالكور مغالا دا مقدشة ميلو كميد اهي دوفيسي كا قطي سيدا حتى واح او سعودان وامد كرور سي او حتار رالي كي يهي رئيس الوزراء حيل غارسين تمدن محمد حسين روبلي سيدا لغو دلعي اي اسلام مركاسين مدح وينا وقتي كدعي اي فرماجة او دجيي تاتي كداسي مركي اسبوعية كهر اي كهشيين لبدا مسؤول خلاف كودي دادك سياسة دالك رغ رغ وحي كتي المامين سيدا اي وح او سعودان ان مد كرور سيجي لغا ديجي اي او بناك او صوبحي حدا دي بودا عدورة شلا قولها شعبك اي قابس تقودية دا قبان لها دورة شلا اي كيني قولها مشرحين تمعارض كأيا إيغو ديدن نظام كالسعودة وحينا هادا كوضان مقدشة سيدي لو أبوري لها قولت دالك كبت باذية ديبو داحكالي دورشادة قولها شعب كأيا لشيغي إنهو بانتي لآنتي كجيرتو قبشادة إذا حل الرابل أو أمري كهر انت سند كاني دمان لباكوني كوي لباتن كبار لبان كالاسو دمايستيرو إن أيسو نغضان عيدن كي هبالات كايسكو أبابولي إيبت بادو قرن أو حمر ديب أغو صلابتا ما سهلنان دون توسيدا لغا فهم سيهاي أود عصب عيدن كا إمن كا هايستا مقالة مقدشو تبابر أيا عيدن ما بقلال أي لو سوحيري بلوين كيس حيغي تن إيو كاعدون كي أبريل كا دعي مقالة مقدشو أي مد كرور سيغا لوغا سوهر جيدي غرب حوغن أيو فرماجة إمن كا هايستا سعيدن إيا أحمد مدوبة أو إياغونا بوخ كالي أبوري أو أه إن هال مقالة دورشادا قولها شعب كا لغو سوكوبو تاس أو كتنغن مد كرور سيغا لدي دنا أو لسياسة ديي لما اوغا وحا حيغي دونو ارمهاني سو كرداي سياسة دا سوماليا بلسة وحا موقتا ان داد بدن اي اسوي دينيان اوود مؤليهين مشرحين تمعارد كا ان غلط دالك دورشو غارسيا اي ديسان سيكستباها اهاتي وراركي ودن بيي ايكا سو بحايا شركة احمد مدوبي ايداني ايا وحا اي شيغيان ان اي امنك دونيان اما با اي حجكا ديغيان ان من هالمغالا لغو قبطة دورشو ييكا ما داما يراهدين غربها راي امني ماهان بلدوينينا امني ماهان بيشاكا سوهر جيدا اما شاها قود لاو اي بلدوينة ايا قبي اهان بشاعيسي ان بلدوينة نبط اي تهي لغونا قبان كرو دورشا دا بارلبانكا فدرالكا سوماليا حالكا غربها راي اي ولي اسكو هايستان احمد مدوبي مامول كيسا اي مدحوينة وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو سيكا سباها اهاتي دور كمية اسي جيدين دونان مشرحين تمعاردكا داني اي احمد مدوبي دينا عكلا وحا مانتا مقالة مقدشة كسود دقاي عيدا مبادن او كاترسن بوليس كهولقل كميدوغا افريكايا صوماليا كواسي او كسعود ودن كغانا سيداي اوغاتي ورباهين تا عيدا مدى او تردو دقاريا الا بقل اي طوان اي سد حاسكري ايا وحي دالك جوغي دونان سيدا وقرشوه يهي مدى سند اهي وحينا كخيبا خادن دونان دسمها تيين تا عيدا مدى بوليس كصوماليا سيدا وكلا وحي عيدا مداني قيب وين كقادن دونان سوغد دا امنiga دورشوه يكا حلي دوان سي هردع اهي او بلاواتي دورشا دا كراس دا قولها شعبك فدرالك صوماليا عيدا مدى كصعود بوليس كامي صوماليا وحا مقالة مقدشة كسور دوويي تاليها بوليس كامي صوم كاليها كورميرها قود اي بوليس كا مستر أغوستينا إيو حبنا سرسري أو كاتيرسان كوحدا هجانك بوليس كاميسوم عيد مداني أيا وحا أي سيطوس أغو بيريان أفرطان يتدوب أسكري أو هوري أجوغي صوماليا كواسي أو دمان تودك قيبا قادان أيا دورشوين كدالكا دينا عكالة ليها بوليس كاميسوم أو مناسبة دسو دوين تا عيد مداني كهدلي أيا شيغي إني يمادين حلي حساسي أسلا مركاسين أي تهي إني كالين وين كاقاتان سوغد أمنiga دورشوين كقارنكا waxaan gacanta ku haynaa shaqo aan ku ilaalinayno amniga doorashooyinka socda doorashooyinkani ma aha shaqo maalin la ah laakiin waxay socon doonaan ilaa Janaayo marka hadalkayga digniinta ahi waa inaad aad uga taxadartaan oo aad u heelan tahay waajibaadkaaga ayuu yiri si kastaba waxa Soomaaliya ku sugan ciidamo booliis ah oo ka socda dalalka Kenya, Nigeria, Sierra Leone, Uganda iyo Zambia waxaana xiligaani qayb ka noqonaya dalka Ghana oo ugu deeqay ciidamo badan فضلاً دب أدا وركيني هوري اي عالان سيدة ميديا حق حساسية سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي او كدقى قرشها عصب اي مدحوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سلماركاسين اكو باقي اندل كلابت باديو مشرح مدحوينة عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ايا كدقى مدى كرورسي فرماجو اي هاي اذاها كالدوان اي دمع سيهين سلماركاسين حق عرص او دريمي اونسو قدبيي gudoomiy xisbiga wadajir ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalka laga badbaadiyo sida uu warka u dhigay
waxa uu bogiisa rasmiga ku soo qoray howl adag ayaa laga soo maray in muddo kororsi dalka laga badbaadiyo laakiin waxa socda muddo kororsi dadban jiritaanka dawladnimada ayaa ka weyn xukunka la helo ama xil bilo lagu sii nagaado dana shaqsi ah ayaa dalka u nugleeyeen damacii kooxda muddo kororsi doonka ahayd ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame asigoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri dalku sidaan siima ahaan karo waa in xal la helaa shacabka Soomaaliyeed gudo iyo dibadba waa in ay u diyaar garoobaan in dalka laga samata bixiyo hubanti la'aanta siyaasadeed iyo masiir mugdi ah ayuu yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maalmahani shir ku yeeshay magaalada Muqdisho dhanka qadka zoomka islamarkaasina waxa ay go'aamiyeen haddii ay sanadkani doorashada sii daba dheeraato in ay sameeyaan golo qaran si kastaba ha ahaatee waxa ay qorsheynayaan haddii uu ka madax adeego ama doorashada uu ku istaago farmaajo in ay dib u soo celiyaan ciidamadii badbaado qaran oo aan ka fogeyn duleedka magaalada Muqdisho dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo jawaab ka bixisay go'aankii golaha ammaanka qaramada midoobay uu ka gaaray Soomaaliya danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ambaasador Abuukar Daahir Cismaan Baale ayaa ka hadlay go'aankii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu mar kale dib u cusboonaysiiyey cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya danjire Baale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya awood buuxda loo siiyey in hub walba oo galaya gudaha Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland inay ogaato xilli go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu dhigay in Soomaaliya sii saarnaato muddo sanad ahay xayiraadda hubka sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xilligaani la qaado dhammaan tallaabooyinka cunaqabateynta ee saaran Soomaaliya taasi oo lagu soo rogay tan iyo 1992 kadib markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya xilligaasi oo hubka dawladda u gacan galay shacabka Soomaaliyeed waxaan carabka ku adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ogaado halbeegyada si cad loo qeexay waaqici ah iyo kuwa la qiyaasi karo iyadoo lala tashanayo dawladda federaalka Soomaaliya in si buuxda looga qaado dhammaan tallaabooyinka cunaqabateynta ee saaran Soomaaliya ayuu yiri danjire Baale golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sanadihii u dambeeyay si cusboonaysiinayay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya gaar ahaan xayiraadda ka saaran soo iibsashada hubka culculus waxa ay goluhu tilmaameen in sidoo kale ay mamnuuc tahay ka iibinta ama u daabulidda Soomaaliya walxaha qarxa iyo dhoofinta dhuxusha oo la sheegay inay dhaqaale ka hesho ururka Al-Shabaab golaha ayaa qaba inay weli ay sii wadaan carqaladaynta xasiloonida Soomaaliya dhaqdhaqaaqa xiriirka la leh kooxaha argagixisada iyo Al-Shabaab waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi si loo wiiqo awoodda ayaa lagu yiri dhinaca kale wasaaradda waxbarashada oo joojisay goobaha waxbarashada ay ka amar qaataan gobolka Banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa amray iskuulada dowladda ee ku yaala gobolka Banaadir inaysan ka amar qaadan karin agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir xilli hore loogu wareejiyay gobolka Banaadir agaasimaha guud ayaa sidoo kale xusay in dhammaan macallimiinta iskuulada dowladda ay waxbarashadooda bixiso wasaaradda waxbarashada dalka isla markaasina uusan bixin maamulka gobolka Banaadir khilaafka u dhexeeya maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada ayaa xoogaystay kadib markii wasaaradda ay sheegtay in goobaha waxbarashada ay cabasho ka keeneen maamulka gobolka Banaadir khilaafkan ayaa waxa uu si weyn u dhexeeya Cumar Finish iyo wasiirka waxbarashada oo ah saaxiibka koobaad ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble halka Cumar Finishna uu yahay saaxiibka farmaajo si kastaba ha ahaatee khilaafka iminka waa uu ka sii daray oo hawada ayuu marayaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.